بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. طبعا نختصر المقدمات لضيق الوقت، فالندوة حافلة بعشرة أوراق وقصيدة. ففي هذه الورقة العلمية أتناول باختصار سيرة الشيخ القاضي الفقيه الشاعر سيف بن محمد الفارسي رحمه الله، والذي سنتطرق إليه في هذه الورقة، اسمه ونسبه ونشأته العلمية ومسيرته العلمية والعملية وأخيرا مؤلفاته. اسمه ونسبه هو الشيخ سيف بن محمد بن سليمان بن سيف بن حزام بن سيف الفارسي الفنجوي. يرفع الشيخ سيف، هذا طبعا نقلا عن الشيخ سيف، يرفع الشيخ سيف بن محمد الفارسي نسب قبيلة الفوارس إلى بني خروص، حيث قال: والفوارس هم فخذ من بني خروص بن شاري بن اليحمد، القبيلة المشهورة بعمان كنار على علم. وقيل إن الفوارس هم أولاد فارس بن محمد بن الصلت الخروصي. تاريخ ولادته: ولد الشيخ سيف الفارسي ليلة 29 رجب سنة 1348 هجري، حسب رواية والد الشيخ سيف في فنجان. وكان آباؤه السابقون يسكنون بلدة محرم الوادي الشرقي لبني رواحة. التحصيل العلمي أو المرحلة العلمية للشيخ سيف: يتحدث الشيخ سيف عن نفسه قائلا: ولما قرأت القرآن الكريم وجهني والدي إلى نزوى بيضة الإسلام لطلب العلم الشريف، وذلك سنة 1362 هجري، حيث هناك إمام المسلمين محمد بن عبد الله الخليلي ومن معه من أهل العلم، وبدأت بمبادئ النحو عند سيبويه، عصر سيبويه مصري، حامد الشيخ حامد بن ناصر رحمه الله، ثم عدت إلى فنجا، ثم واصلت الدراسة بنزوى عند أشياخ العلم، حيث توفي هناك الشيخ حامد، فقرأت جانبا من ألفية ابن مالك، ثم في السنة الثالثة واصلت دراستها بعلاية سمايل عند المعلم سعيد بن سالم. ثم أرادني الشيخ العلامة حمد بن عبيد السليمي المدرس آنذاك بمسجد الخور بمسقط مع زملائي لقراءة الأثر عنده، وبقينا هناك ثلاثة أشهر زمان. وفي السنة التالية عدنا إلى نزوى، لأن الإمام هناك الإمام الخليلي هناك كافل المتعلمين بكل ما يحتاجونه. أما المرحلة العملية، ننتقل الآن إلى المرحلة العملية. عينه الإمام الخليلي رحمه الله إماما على مسجد الجماعة بفنجا، وكان ذلك عام 1373. وبعد وفاة الإمام أضيفت إليه وظيفة كتابة الصكوك وتدريس العلوم الشرعية بمسجد الجماعة، ولكنه لم يستمر طويلا في هذه الوظيفة، فخرج منها مع بداية سنة 1376 هجري. رحل بعدها إلى دول الخليج كالمملكة العربية السعودية والبحرين. وبعد مدة يسيرة جاءه خبر والده فعاد للوطن، وبقي حارثا في مزرعته لمدة يسيرة، وبعدها قرر الرجوع إلى المملكة العربية السعودية والعمل هناك، وكذلك لتنفيذ وصية الحج عن والده. وظل يعمل في السعودية والبحرين إلى عام 1391 هجري، أي 1970 من الميلاد. فبعد أن حكم السلطان قابوس بن سعيد طلب من العمانيين العودة إلى وطنهم عمان لبنائه، فعاد الشيخ سيف وعين في أول شهر نوفمبر من عام 1970 قاضيا على ولاية بدبد، ثم انتقل قريات، ثم إلى ولاية دبل بيعة، ثم إلى ولاية صحم، ثم إلى ولاية العوابي، ثم إلى ولاية دما والطائيين، ثم إلى ولاية بدية، ثم إلى ولاية شناص، ثم إلى ولاية الخابورة، ثم عاد مرة أخرى إلى ولاية قريات، حتى أحيل إلى التقاعد في الأول من يناير عام 1994. فكما تشاهدون الشيخ سيف تنقل في ولايات كثيرة. مؤلفاته: للشيخ سيف مؤلفات متنوعة لكونه واسع الاطلاع، فهي 12 مؤلفا نذكرها. المؤلف الأول وأشهرها ديوان خلاصة الفكر وسلافة الشعر،
الثاني الأسرار القرآنية، الأسرار القرآنية الدنيوية والأخروية. الثالث هبة رب البرية شرح اللامية الشبراوية. كذلك كتاب حياتي وكتاب باقات الزهور فنجا في أهم العصور، وكذلك كتاب هي تعليقات على قصيدة الخليل بن أحمد الفراهيدي في النحو. كذلك له نظم زاد الأنام في الأديان والأحكام، وله كذلك محاسن الكلم في المواعظ والحكم، وله شرح قصيدة النحو للشيخ العلامة محمد بن حمد الزاملي، كما له أيضا اختصار للعقيدة الوهبية، وله أيضا كتيب أو ما زال مخطوطا ترجم للشيخ حمد بن عبيد السليمي، وأخيرا كتاب صغير في أدعية الحج والزيارة. نختم هنا، نتخطى يعني جمعنا معلومات عن خزانته ولضيق الوقت نختصرها وستكون في الكتاب إن شاء الله. توفي الشيخ سيف في صبيحة الرابع من شهر ذي الحجة من عام 1433، ويوافق ذلك 30 أكتوبر 2012 من الميلاد. وفي الختام هذه بعض التوصيات، وهي تحقيق وطباعة كتب الشيخ سيف التي ما زالت حبيسة خزانته، وكذلك دراسة تراثه وآثاره وخصوصا الأدبية عبر الدراسات الجامعية والمجلات الدورية، وإصدار كتاب يجمع سيرته مع مراسلاته ومكاتباته، وأخيرا طباعة بحوث هذه الندوة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم.